ماستر كاسيت تسجيلات جاد أبو حسين. حبايبنا في بيت زيت رح نعمل الأغنية وهاي الأغنية رح تتصور موجود معنا ماستر مزبوط ماستر كاسيت. وهي إهداء من المجلس في بيت زيت لكل فلسطين. أتمنى توقفوا بس في هاي الأغنية لو سمحتوا بعد إذنكم. يلا يلا تعبنا يا بلدنا اسمعوا صرخ الناس تعبنا يا بلدنا اسمعوا صرخ الناس 12 سنة ذبحتونا ضعتوا ضيعتونا صار لازم تسمعونا من دون الوحدة الوطنية بتضيع القضية اصحوا يا فلسطينية اسمعني يا خي الحمساوي انا خياك الفتحاوي بدلها الجرح الداوي انت مني وانا منك دمي هو دمك مش راح اتخلى عنك تعبنا يا بلدنا الوطن بروحنا في مسيرات العود الكبرى أشعلناها ثورة غزي رح تبقى حرة النصير الحج الختيارة فلسطينية جبارة دمها الدودارة قالت شو يعني لو هدوها الشباب بيبنوها والراي علوها معنا معنا تعبنا يا بلدنا اسمعوا صرفتنا شهدانا يا رامز عزتنا يا شعلة ثورتنا عليتوا رايتنا دم الشهداء دين علينا ابدا لا منسينا فلسطين تنادينا يا اسرانا ما ننساكم ما يحماكم وقلوبنا معاكم وطنهم بعشاكم وللحر يشتاكم يا ريم يونس ورفاكم تعبنا يا بلدنا اسمعوا صرختنا إلا جه لسه في المخيم يوم بيتألم يرجع عملته بأحلام لسه بيدو ماسك مفتاحه وقابض على جراحه ومكمل كفاحه 70 سنة عانت بيتنا وطولت غربتنا
اسمعوا صرختنا. كل التحية لكل طالب وطالبة في جامعة بيرزيت، كل التحية لهذا الصرح.